دولا الالبومات اللي احنا بنبيعها دي ليه بنبيعها فاضيه كده؟ يعني ما فيهاش صور ليه يا ابني؟ مش بنبيعها لاجانب، الاجانب ما بيفهموش في الصور العربي. عادل سعيد. ايه ده ثروت حسين؟ ازيك؟ ازيك يا ثروت؟ عاش من شافك يا عم. ما انت لا بتسال ولا بتتصل. خلاص نسيت صاحبك؟ لا يا عم ما نسيتش ولا حاجه. ازاي بقى وانا اقدر انساك يا عم ثروت؟ بس هي مشاغل. ولا رمزي؟ نعم. مش فاكر ثروت؟ يلا فاكره طبعا يا دولا استاذ ثروت. فاكر لما كنا بنحط لك الصواريخ ها اللي بتفرقع دي في كوبايه البرتقال تيجي تشربها تفرقع في وشك؟ جري يا رمزي. ايه بقى ايه اللي فكرك بالحاجات دي يا اخي؟ ده احنا كنا عيال صغيره قوي. يعني ما كناش عيال صغيره قوي قوي، يعني كنا في ثانوي ساعتها. ما خلاص يا عادل، دي كانت حاجات قديمه وانتهت. يلا والله بس كانت ايام جميله. تعالى ثروت، تعالى اتفضل. رمزي روح هات حاجه يشربها لثروت. روح هات له برتقال. لا مش عايز برتقال. خلاص روح القهوه هات اي حاجه غير البرتقال. عيني عيني. منور يا استاذ ثروت. الله يكرمك. يا سلام يا سلام يا ثروت، والله منور يا اخي. ده انا مبسوط جدا ان انا شفتك. انت اخبارك ايه؟ انت يا عم لا بتسال ولا بتتصل. خلاص يعني ما بقيناش نعرف بعض غير علشان المصالح. لا ولا مصالح ولا حاجه، بس انت عارف المشاغل يعني يا ثروت. المهم انا جاي لك دلوقتي في مصلحه. انت عارف ان انا شغال في مصلحه البريد، والمصلحه كل سنه بتطلع مصايف لراس البر بسعر مخفض جدا. والعبد لله كان حاجز 4 تذاكر في الاتوبيس، اتوبيس مكيف وعشه متقفله سوبر لوكس على البحر ب 350 جنيه بس. يا سلام يا سيدي، ربنا يكرمك يا عم. تروح وترجع بالسلامه؟ لا ما انا مش هروح. يبقى اكيد مش هترجع بالسلام. بعد ما حجزت ودفعت الفلوس، مرات رجلها كسرت امبارح، والدكتور قال انها لازم تقعد في السرير لمده 2 اسبوع. فرجعت تاني بقى علشان ارجع فلوس الحجز، قالوا لي ما ينفعش. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ايه رايك لو تطلع بدالي ب 350 جنيه بس اسبوع كامل في راس البر وعش على البحر؟ والله يعني انا بقالي كتير جدا ما طلعتش مصيف. خلاص يبقى تجيب ال 350 جنيه دلوقتي وتجهز نفسك بكره، وبعد بكره الساعه 6 الصبح تاخد الاتوبيس المكيف من قلب مدلة زغلي. ماشي، هي فرصه حلوه بس انا يعني مش مجهز نفسي يعني. خلاص يبقى توافق بسرعه عشان تلحق تجهز نفسك بكره. ماشي هات التذاكر. هات الفلوس الاول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش مأمنني ولا ايه يا ثروت؟ لا طبعا. البرتقال اللي الاستاذ ثروت بيحبه. برضه جبت برتقال؟ رانيا عندي ليكي مفاجأة جامدة جدا. ايه يا عادل؟ التحاليل اثبتت ان انت بتخلف؟ انا بتكلم بجد، عندي ليكي مفاجأة فظيعة فظيعة فظيعة. ايه الحاجة اللي احنا ما عملناهاش بقالنا كتير جدا؟ السوبر ماركت، التلاجة فاضية ما فيهاش أي حاجة بقالها فترة. لا 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 سيبك من السوبر ماركت، دي كلها حاجات مقدور عليها. لا حاجة تانية ما عملناهاش بقالنا كتير جدا. بقالنا قد إيه؟ أنا جايب لكم النهاردة مفاجأة فظيعة جدا. جايب لكم رحلة مصيف لراس البر لمدة 2 اسبوع. يا حياتي بجد يا عادل، ده خبر لطيف جدا. أنا مبسوطة جدا، أنا بقالي كتير قاعدة في البيت زهقانة ونفسي أروح أصيف. ميرسي يا عادل، ربنا يخليك ليا. جهزي نفسك بقى، بعد بكرة الصبح هناخد الأتوبيس بتاع راس البر الساعة 6 صباحا. يا سلام يا عادل، دي ياسمين هتفرح جدا. اما اروح اقول لمامي ونجلاء يحضروا نفسهم. لا 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 استني استني، اصلي في عندنا مشكله في الحكايه دي. ايه؟ احنا معانا 4 تذاكر بس، يعني انا وانتي وماما وسناء وياسمين على حجرنا. يعني ايه؟ مامتي ونجلاء يقعدوا على حجرنا برضو؟ لا 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 طبعا مش هينفع، بس هم يعني ممكن يقعدوا على حجر بعض هنا في البيت. انت بتهرج بقى يا عادل. بص بقول لك ايه، انا مش ممكن اطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء لوحدهم في البيت. خلاص صح، غلط ان احنا نسيبهم لوحدهم في البيت. هم يسيبوا البيت فتره ما احنا بنصيف، نرجع من المصيف هم يرجعوا. انا ما امنش ان هم يقعدوا لوحديهم، انا اضمن مثلا ياخدوا حاجه ولا بتاع. بقول لك ايه، انا مش هطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء هنا. اشمعنى امك واختك؟ امي واختي بيعرفوا يعوموا. مامتي واختي كمان بيعرفوا يعوموا؟ ايه ده، معقوله من غير عوامه؟ عادل بقول لك ايه، انا مش هطلع من غير مامي ونجلاء. انا بقول لك اهو. ايه اللي بتقولي له؟ هو يعني انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ انا اصلا جايب 4 تذاكر، ال4 تذاكر دول انا اللي جايبهم بنفسي بفلوسي. اقول للام واختي ما تطلعوش؟ لو مكسوفه اقول لهم انا. هو احنا بنتخانق على مين اللي يقول؟ معقوله يعني؟ قولي بقى هانم، قولي ان انت زهقت منهم ومن قرفهم. بالظبط كده، اديك قلت بقى المفيد اللي انا نفسي اقوله فعلا. اه فعلا ده اللي نفسك تقوليه، انت اللي زهقانه منهم. لكن انا بالنسبه لي يعني من قلقهم وقرفهم ده فوق دماغي من فوق امي واختي. طب ايه رايك بقى ان انا هروح اقول لمامي ونجلاء ان احنا طالعين نصيف، ولو انت بقى شاطر وجدع يبقى روح اقول لهم انهم مش هيروحوا معانا. ها رانيا،
ايه يا حبايبي في ايه؟ صوتكو جايب لاخر بير السلم. تلاقي رانيا نكدت على ابني زي عادتها. لا يا ماما ما نكدتش عليا ولا حاجه، ما فيش حاجه. لا امال صوتكو كان عالي ليه؟ مامي اعملي حسابك ان عادل جاب لنا تذاكر علشان نروح نصيف في راس البر، ما تنسيش تحضري شنطتك. اخيرا يا ربي مش معقول هنصيف بجد؟ هنصيف السنه دي يا عادل؟ لا 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 بس عشان تفهموا الموضوع صح، انا معايا 4 تذاكر بس، يعني في 2 منكم مش هيطلعوا معانا. عادل انا ماليش في المصيف والحاجات دي، لكن لو انت غصبت عليا حتى الرواف. وانا مش ممكن اسيب ماما تسافر لوحدها ابدا، وطبعا ياسمين وهي مسافره معانا مش هتلاقي حد تقعد على حجره غيري عشان بترتاح معايا، صح يا ياسمين؟ صح. يعني ايه الكلام ده؟ انا متعوده كل سنه اني لازم اطلع المصيف. مصيف مصيف ايه يا ام مصيف؟ ما انت بقالك 3 سنين كنت بتصيفي في بيتكو عشان الملاحق اللي كنت بتجيبيها. بقول لك ايه يا رانيا؟ كده يا وحشه هتسيبي ماما لوحدها وتطلعي تصيفي لوحدك يا نادله؟ لا يا مام لا يا حبيبتي ما تعيطيش، ما تشوفيني في البيت لوحدك ابدا. غاب لوحدك ايه بس يا حماتي؟ ما بنتك هتقعد معاك، انت خايفه ليه؟ يعني انت برضو مصر ان مامي ونجلاء مش هيجوا معانا؟ امال احنا اللي مش هنطلع؟ ايه يا عادل؟ ايه انت اللي تجيب المصيف وتدفع فلوسه وامك ما تروحش؟ لو حصل كده لا انت ابني ولا اعرفك. ايه بس يا ماما ازاي يعني؟ معقوله ماما انت هتطلعي معانا؟ يعني هتطلعي معانا ماما؟ انت هتطلعي معانا يعني هتطلعي معانا؟ ايه ده يا رانيا وانتوا هتسيبوني مع سناء لوحدي؟ ايه سناء دي تلعب معاكي في الشارع؟ سناء حاف كده؟ شايفين بتعمل فيا ايه وانا قاعده وسطيكوا كده؟ امال لما تسيبوني معاها لوحدي هتعمل فيا ايه؟ بس انا عندي فكره. ايه يا ياسمين؟ انا وبابا وماما نطلع المصيف وبابا يختار واحده من تيتا وطنط سناء تطلع معايا، وماما تختار واحده من تيتا ونجلاء تطلع معايا، وبكده نبقى حلينا المشكله. فكره هايله. شفت حلتها العيله الصغيره. انا مش عيله صغيره، انا عندي 8 سنين. يا دولة بقى يا عم، ايه يا عم مالك مكتئب كده؟ بقى في حد يعني يروح المصيف ويبقى مكتئب كده؟ ده انا لما بروح القناطر بزقطة. يا رمز المشكلة دلوقتي في الناس اللي عايزين يطلعوا معايا المصيف دول، انا مش عارف اخد مين واسيب مين. رد على ماما. رد. الو؟ ايوه مرات عمي. ايوه هنا موجودة اهو عادل. ايوه لحظة واحدة بس. دولة انت عرفت ازاي ان هي مرات عمي؟ هات يا ابني هات. يا ماما. لا يا ماما مش عايز حاجه، ربنا يخليك يا ماما. موضوع المصيف ده نتكلم فيه بعدين يا ماما، انا في الشغل دلوقتي. حاضر يا ماما. لا اكيد طبعا. ماشي مع السلامه. مع السلامه. عرفت ازاي دول؟ شوف الراجل اللي جاي ده عشان عايز يسال على حاجه. شوفه. مفيش حد يا عم جاي. يا عم مفيش. هو 8 شارع المأمون فيه؟ لا هو الحقيقة أنا مش من البلد دي، يعني هو اللي عارف هناك أهو. بص حضرتك، هو تاني شمال في أول يمين هتلاقي أول دور حسام هناك بيركبوا غاز بالأمارة. اتفضل. حسام. دولة إيه ده؟ أنت عرفت إزاي الحاجات اللي قبل ما بتحصل بتحصل كده؟ عرفتها إزاي يا خلود؟ يا ابني كل يوم بيجي يسأل. شوف رد على حماتي. رد على حماتي. الو؟ ايوه خالت مرانيا. ايوه دول موجوده اهو. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ خلاص. ايوه يا حماتي. ايه الاخبار؟ ايه عملتي لي الكيكه اللي انا ما بحبهاش؟ اللي انا بحبها. طب يا حماتي تسلم ايديك. لا 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 شكرا، مش عايز حاجه يا حماتي. انا مش عايز حاجه. لا 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 الف شكر الف شكر. مع السلامه مع السلامه. قول لي يا دولة بقى، قول لي انت بتعرف الحاجات دي ازاي قبل ما بتحصل؟ يا ابني ده علم جامد جدا وعالم ودنيا، حاجة ما تعرفهاش انت يا رمز. طب دولة يا ابن عم حبيبي يعني ما تعلمني. اعلمك ان انت تعرف الحاجة قبل ما تحصل يعني؟ يا ريت يا ريت. لا 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 صعب عليك يا رمز، ده صعب جدا تدريبها والعملية اللي بتتعمل. لا لا مسألة صعبة قوي يعني. ليه يا دولة بقى؟ انا هستحمل يا عم. بص انا علشان اعرف الحاجات قبل ما تحصل زي كده دولة، انا ممكن استحمل اي حاجة. ماشي. عارف شنطة العدة اللي انت بتخبي فيها بنطلون البيجامة بتاعك؟ ايه ده وعرفت دي كمان؟ روح هاتها. روح. غبي دي شنطتي انا اصلا. غبي غبي غبي.
اوعى تكسر التمثال ده بالشنطه. ياه، وكنت هتعرف كمان ان انا كنت هكسره. انا شايفك يا تعال تعال، خلي بالك ده اغلى تمثال عندنا في البازار. اهو يا دوله اهو، سيبه بقى على الارض. اهو يا دوله وريني كده. بص يا رمزي، رمزي اهم حاجه في البني ادم القفا. يعني انت اصلا قفا. انا قفا؟ ايوه يا ابني، دي مش حاجه وحشه يعني. ما عندك مثلا محمود عبد العزيز، الحاجه الوحيده اللي غنى لها ايه؟ القفا. ما قال اه يا قفا اه يا قفا اه يا قفا، كان بيغني لك ياض. بجد يا دوله؟ امال ايه ياض، وريني بقى القفا ده عامل ازاي. يا نهار ابيض، ده اسود يا لا، يخرب بيتك. بص، هو القفا المفروض اول حاجه لازم تلمع ويبقى نظيف ويبقى بيبرق كده. وريني في العده كده، هات لي صنفره، هات لي صنفره، او هات لي مبرد، هات مبرد. حاضر دول، استنى بس. بنطلون بشب، انا مش قلت 100 مره ما تحطش بنطلون بالجامعة ده في شنطة العدة. انا ما كنتش عارف ان انت هتزعق لي كده. اشتغل بسرعة بقى دول، عايز اعرف عايز اعرف. يا جماعة، انا في وضع محرج جدا، مش عارف اختار امي ولا اختار اختي. اعمل ايه اعمل ايه بقى كده يا عادل؟ لسه بتفكر تاخد امك ولا لا؟ وما يفكرش ليه يا ماما؟ مش انا اخته اللي متربي معايا من هو صغير وبيحبني وانا طول الوقت بخدمه؟ اه يا دنيا واطية، وانا اللي كان نفسي ان احنا ناخدك معانا. جرى يا جماعة، جرى يا ماما، يا سناء، هتتخانقوا عشان اسبوع مصيف؟ انا ممكن اعمل اي حاجة عادة عشان اطلع المصيف ده. انا غبية وما بفهمش حاجة، وكمان عايشة في دور اللي بتفهم؟ يا حبيبتي انا ما اقصدش ده كلكم، وطبيخي اللي بيطفش كل الرجالة كوم تاني. لا، ما عدا عادل ده يحمد ربنا انه لقى واحدة زي كده شطورة وبتعرف تطبخ واخدة بالها من بيتها كويس. انا سمعت تيتا بتقولي ان انت بتعرفي تطفيشي جوزك كويس. انت اتجننتي في مخك؟ انت فاكره ان دي شتيمه؟ انا عايز اعرف ده معناه ان انا بشكر فيكي، دي صفه كويسه. يا جماعه، انا مش عايز اظلم حد، عشان كده البريزه دي هي اللي هتبقى الحكم ما بيننا. لو طلعت ملك تبقى انت يا سناء اللي هتطلعي معانا الرحله، لو طلعت كتابه يا ماما انت اللي هتطلعي معانا المصيف ده، اتفقنا؟ انا عايزه ملك. حاضر يا ماما، انت الملك وسناء الكتاب. انا عارفه يا عادل من الاول انك هتنحاز لماما، عارفه انك هتظلمني. اظلمك ايه يعني؟ هتحالف مع بريزه عليكي يعني؟ خلاص العب وخلصني يلا. حاضر. ها، جاهزين؟ اه. ياه، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اللي مش عارف تلعب بالبريزه، عامل لك ايه؟ ايوه تروح هاتها بقى. انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع وهوريك. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هربيكي اساسا. لا لا، انت هتقعدي. بس بس بس، حظكم انتوا الاثنين عجيب، انتوا الاثنين مش هتطلعوا. لقيتها واقعه على سيفها. ده غير بقى انها بتاخد علبه البودره بتاعتك وبتستعمل الروج من وراكي. اه ربي، انا مش مصدقه تاني يا ربي. ما انا برجعهم تاني يا رانيا. بعد ما تكوني خلصتيهم يا حبيبتي. انا مره شفتها وهي بتستعمل كريم الشعر بتاعي. يا بنت انت فتانه كده ليه؟ فتانه كده ليه؟ اسكتي ده، اسكتي يا ماما. المصيف ده فرصه انا ما اقدرش افوتها، المصيف ما بيجيش كل سنه يا ماما. لو كنت عرفت اربيكي ما كنتيش قلتي كده. يا جماعه حرام عليكم بقى، كفايه. انا بالشكل ده هفكر جديا ان انا ما اخدش ولا واحده فيكم. نعم، اكملوا خناق بكره لو عايزين، عشان النهارده خلاص دماغي ضربت. ماما انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف، يعني لازم اطلع المصيف. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هطلع المصيف. هتشوفي هتشوفي انت، انا اللي هتشوفي. ماما ما تعندنيش، مش كل مره. لا انا اللي هطلع المصيف. انت انانيه يا ماما. لا، وانت اللي ما تربيتيش اساسا. ما ينفعش اطلع انا معاك المصيف ده؟ المصيف؟ الله يا رمزي، شكلها انا وانت بس اللي هنطلع المصيف ده. ربنا يخليك ليا يا دوله، احسن والله احسن. بس عايزين نبقى ناخد سناء معانا بقى. اشمعنى سناء يعني؟ يعني يا دوله انا قصدي يعني ان انت ابن عمي وهي بنت عمي وانا ابن عمكم، فكلنا عيله يعني، ده احسن يعني. انا بحب الرحلات العائليه قوي. يعني انا لو طلعت مع البيت هتبقى رحله شخصيه، وبعدين انت كل شويه تقول انا ابن عمك ويا بنت عمك، كل شويه تفكرني. معلش يا دوله بقى. عادل، انا عرفت ان انت مؤكد جعانين فقلت اجيب لك الغدا سخن. ربنا يخليك يا نقص. يعني اول مره تعمليها يعني يا سناء؟ حنينه والله، حنينه قوي يا نقص. انت اخويا ولازم افكر فيك طبعا يا عادل، مش انت جعان يا حبيبي قلت اجيب لك الغدا. سناء بصي، بطلي الحركات اللي انت بتعمليها دي. حركات ايه يا عادل؟ بدل ما تقول اختي حبيبتي كلفت نفسها وجابت غدا سخن ومشيت بيه كل المسافه دي عشان اجيبولك لحد هنا، دي امك اللي اسمها امك ما عملتش كده يا عادل. صح صح، انت مالك انت تدخل بيني وبين اختي ليه؟ انت مالك؟ وبعدين عموما سناء، يعني لسه كنت بتكلم مع رمزي دلوقتي وبقول له ان انا هاخد ماما معايا المصيف. ايه المشكله يا عادل؟ عادي يعني، دي ماما خدها معاك المصيف. انا مش بعمل كده عشان اروح المصيف، لا انا بعمل كده عشان بحبك.
بتحبيني؟ الله الله. بص يا نقنق، انا طول ما انا على وجه الارض هتطلع النص في كل سنه. انت ايه اللي مشيك على وجه الارض؟ انت المفروض ما تبقاش على وجه الارض. عادل، انت صح هتاخد ماما معاك المصيف؟ هتاخد ماما معاك المصيف يا عادل؟ لا 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 لا، حنينه والله، حنينه حنينه. سيب شنطتي. ايه ده يا حبيبتي يا رانيا؟ معقوله انت واقفه بنفسك في المطبخ وبتعملي صلصه؟ هاتي يا روحي، ما تتعبيش نفسك ابدا، انا اللي اعمل كل حاجه. يا سلام يا مامي، ما انا كل يوم بقف في المطبخ عشان اعمل الغدا لوحدي. لا لا، ودي تيجي رانيا حبيبتي عنك، انا اللي هعمل السلطه بنفسي. ايه ده ايه ده، تعملي سلطه بنفسك زي ما انت كنت قاعده في السرير دلوقتي ونايمه وعامله نفسك نايمه؟ حبكت بقى انك تيجي لما لقيتيني جاي عشان اساعد بنتي؟ يا جماعه انا مش عايزه حد يساعدني، متشكره جدا. ازاي يا رانيا حبيبتي انا اشوفك تعبانه واسيبك كده وما ساعدكيش؟ ده انت عارفه كده في المصيف ده انا هريحك راحه. يعني مش هخليكي تهوبي ناحيه المطبخ. لا يا حبيبتي لا لا، دي بنتي بقى وانا اللي هريحها، مفيش حد بيخاف على بنته اكتر مني. ها انت عايزه تروحي صيفي عشان تتسرمحي في البلاج؟ خلاص يا سناء يا سناء، خلاص عرفت يا ست ان انت بتحبيني وما تقدريش تستغني عني، وان انت احسن اخت ليا في العالم كله. يا عادل، ده انا لما اروح معاك المصيف مش هسيبك خالص، رجلي على رجلك عشان ما حدش يعكسك يا حبيبي. يعكسني؟ كنتوا فين انتوا الاثنين؟ جات لي البازار يا ماما. عشان تاثر عليك وتخليك تاخدها هي وما تاخدش امك. يا جماعه حرام عليكوا بقى، لا بجد حرام عليكوا، انتوا هتموتوا بعض عشان المصيف ده. يا عادل انا تعبت خلاص، تعبت، انا مش عارفه اختار. انا بقى خلاص اخترت. هتاخدني انا صح؟ لا يا ماما. يبقى هتاخدني انا صح؟ لا برضو يا سناء، لا انت ولا هي. انا قررت اعمل حاجه هايله بقى، انا هعمل قرعه. انا موافقه، والقرعه دي هكتب اساميكوا انتوا الاربعه فيها، والاثنين اللي هيطلعوا في القرعه هم اللي احنا هناخدهم معانا. اوكي. سناء قومي هاتي ورقه وقلم. ما تقوم تجيب لي نفسك، ولا ما فاكش يدين طالما فيها قرعه بقى. ماشي يا سناء ماشي. اجيب لنفسي ماشي، بس على شرط رانيا كمان هتدخل معانا القرعه. يا سلام، انت بتستهبلي ولا ايه؟ لا بس اشمعنى انت اللي هتطلعي المصيف من غير قرعه؟ نجلاء عندها حق، انت كتب اسمك معانا. يا عادل يا عادل الحقي يا عادل، عايزين يخلوني اكتب اسمي في القرعه. ايوه طبعا، ده بقى راي الاغلبيه، وجوزك مش من حقه خالص انه يعترض. معلش يا رانيا حبيبتي، الديمقراطيه ليها انياب. وانت كمان اسمك يتحط في القرعه زينا زيك. انت بتستهبلي ولا ايه؟ معلش يا عادل يا حبيبي، الديمقراطيه ليها انياب. طب يا جماعة ما ينفعش نعيد القرعة تاني؟ يا عادل خلص وقول الأسماء اللي في إيدك، دي تالت مرة تعيد فيها القرعة والتالتة تابتة. خلاص انتوا حرين، اللي طلعوا عادل، إنعام، نجلاء، مجيدة. أنا من الأول قلت نعيد القرعة دي. هعمل لك ايه؟ ما انا قلت عيد، انت اللي قعدتي تستهبلي فيها. معلش بقى يا رانيا حبيبتي، حظك نحس واضح قوي النهارده، يعني ثالث مره وما تطلعيش. معلش يا عادل، مش مشكله، انا اقعد مع سناء، بس ما تبقاش تنسى تسال عليا يا بيبي. لا اما انا مش هينفع اطلع بقى، سناء تطلع مكاني. بجد يا عادل؟ طب انا قايمه احضر الشوط. يعني ايه انا مش فهمانه؟ يعني بعد ما طلعنا في القرعه واسامينا كلها هناك، انت عايز تغير رايك؟ هناك فين يا ستي اساميك؟ وما القرعه هنا اهي. وبعدين اللي انا بقوله دلوقتي ان انتوا اللي هتطلعوا، انتوا الاربعه، انا هقعد مع رانيا. يا بيبي عادل يا حبيب قلبي، مش عايز تطلع هناك من غيري. استني بس يا حبيبتي، هما دلوقتي هيكسفوا على دمهم لما يلاقون ان احنا مش هنطلع واحنا دافعين فلوس. انا بقى هاخد المايو بتاع رانيا عشان المايو بتاعي صغير عليا، ولا اقول لك انا هاخد المايو بتاعي احسن؟ لا لا لا، اصل انا كمان بقى مقرره ان انا انزل المايه، فعشان كده انا هاخد المايو بتاع رانيا. انا بقى مش هاخد اي مايوهات، بس هنزل المايه عشان اغرقكم. يا سلام، وانا بقى اللي هقعد ان شاء الله احرس لكم الهدوم. ايوه لا طبعا، ياسمين هي اللي هتقعد تحرس الهدوم. شفتي لسه السكينه سرقاهم دلوقتي، هيحسوا ان هم عملوا حاجه غلط ويقولوا لنا اطلعوا انت. اصبري اصبري. باي باي، مع السلامه. باي 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 يا رانيا حبيبتي، وحشونا يا جماعه. بالكم يا ياسمين، عينينا عينينا. اسمعي كلام كده وشيك، خدي بالك من ياسمين، مش هنتاخر. مش دعوه خالتك نجلاء. معلش يا رانيا، السنه الجايه بقى تبقي معانا. اوعى تخلوها تنزل ميه لوحدها. يا ستي ما تقلقيش، هي اساسا هتقعد بالهدوم. بس شفت اتكسفوا ازاي؟
رانيا حبيبتي لازم تبص للجانب الايجابي في الموضوع. كفايه قوي ان احنا لاول مره في حياتنا هنقعد مع بعضينا لوحدينا من غير التتار. فعلا معاك حق. بصي عادل، انا بجد نفسي بقى نعيد شهر العسل من اول وجديد. ياه، فاكره ما كنا بنبقى قاعدين في البيت ده لوحدينا؟ فاكره فاكره يا عادل لما كنا بنتكلم لوحدينا وبراحتنا وناكل براحتنا ونلبس براحتنا وما عليناش اي مسؤوليات؟ كلنا ما كلناش، خرجنا ما خرجناش، لبسنا مثلا. يا عادل بقول لك ايه، بالمناسبه السعيده دي هطلب بقى واحده بيتزا دلوقتي ناكلها انا وانت وبس. رجعكم نسيتوا حاجة ولا ايه؟ الرحلة اتلغت. المجاري ضربت هناك من 5 سنين فهدت العشش فلغوا المصيف. كويس قوي انكم جبتوا اكل، ده انا هموت من الجوع. ايوه بس البيتزا دي على قدي انا وعادل. كده من امتى بقى انتوا بتاكلوا لوحدكم؟ ها مش كفاية انكم نقيتوا علينا؟ حاجة غريبة. عموما يا جماعة يعني ما تقلقوش، ما دام انتوا جاهزين وشنطكوا جاهزة وكنا عاملين حسابنا على المصيف، أنا بفكر بجد يا جماعة إن احنا نطلع على بلطيم، ما دام راس البر ما نفعلش والعشش اتهدت، نطلع بلطيم، ماشي؟ بتخم من شرف لعمك؟ يعني في مقام خالك، يعني أخمك، صح؟ 174-0. بعدين في الملل اللي احنا فيه ده بقى مفيش شغل خالص. يلا رمزي دولا، تحب اروح اجيب طاوله من القهوه نقعد نتسلى فيها؟ لا 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 لا، الطاوله ما بتنميش الذكاء. طب نلعب ايه طيب يا دولا؟ نلعب اي لعبه ممكن تنملنا الذكاء بتاعنا. يعني زي ايه كده يا دولا؟ قولي. يعني مثلا عندك التمثالين دول، ماشي؟ تعرف تطلع لي بينهم 5 فروق؟ لا يا دولا، انا ما بحبش افرق بين التماثيل في المعامله. اذا كنت انت ما فهمتش اللعبه اصلا هلعبك ازاي؟ انا اقصد بص، اختلاف بين التمثالين، يعني ده في لون مش موجود في التاني، يعني مثلا ده في حاجه مش موجود كده يعني. انا هقول لك يا دولا، انت تحس يعني ان التمثال ده طيب شويه عن التمثال ده. بص ده تحس ان فيه لقم. وانا بقول لك حلله نفسيا، علم جديد اخترعته احنا قاعدين. في ملاحظة تانية يا دولا أنا كنت ملاحظها من زمان بس مش عايز أقول يعني. قول يا مخضرم قول. التمثال ده واقف حال التمثال ده، يعني مش مخليه راضي يتباع، باصص له في لقمة عيشه. لا ده في ملحوظة باينة قوي بقى. لا رمزي إيه؟ التمثال ده واقف حال البني آدم ده، مخليه مش عارف يبيع ولا تمثال من البازار. أنا غلطان، أنا بتكلم مع واحد زيك. الفراغ يخرب بيت الفراغ اللي خلاني أعبرك. بص انا ايه اللي قعدني هنا؟ انا قاعد في بيتنا احسن ما دام كده مفيش شغل. طب والشغل يا دولا ايه؟ الشغل ايه؟ شغل ايه؟ خليك انت قاعد في الشغل، احنا بنصرف يا ابني ما بيجيلناش فلوس. طب دولا اروح بقى معاك البيت، يعني انا زهقت. وتسيب التمثالين دول؟ انت مش بتقول ده قاطع عيش ده؟ خليك معاهم يا ابني. صح. سلام. سلام يا دولا. سيبه بقى ياكل عيشه. سيب بيت. هتقعد عيش الاتنين؟ كسرت عيشهم يا انا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عادل، ايه اللي جابك بدري النهارده؟ اللي جابني بدري النهارده هو اللي جابني بدري امبارح. ايه يا بيبي، عايز تخش الحمام؟ حمام ايه؟ ما انا عندي حمام في البازار، مفيش شغل من الصبح لغايه بالليل، مفيش اي شغل. ما انا قلت لك يا عادل 500 مره اعمل تنوع اقليمي في التماثيل يا بيبي، يعني لازم الزبون يدخل يلاقي فرايتي قدامه. انا مش قادره افهم، ما تسيبك بقى من الشغلانه اللي مش جايبه تمنها دي، ويوم يشتغل المحل و20,000 مره ما اشتغلش. معقوله يا حماتي عايزاني اغير شغلتي؟ يعني بعد ما بقيت اشهر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه، انا بيجي لي حضرتك انت عارفه بيجي لي زبائن من الاسكيمو مخصوص عشان. ايه ماما ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقى ابيع عادل اللي قاعد في مكتبه على سل ورمح، عايزاه يغير نشاطه.
ايوه طبعا، ولعلمك بقى قاعده متعبه جدا، الكرسي اللي انا بقعد عليه ده مزعج. انت لا تغير نشاطك ولا حاجه، انت خليك مستمر في النجاح اللي انت فيه ده. واحنا خلينا مستمرين في الشحاته اللي احنا فيها دي. طب بص انا عندي فكره تانية، انت ممكن تعمل نشاط تاني جنب التماثيل اللي موجود. نشاط تاني يعني فلوس تاني، يعني راس مال كبير جدا، وبعدين لسه هنبتدي من اول وجديد، ونروح ندور بقى على عمال اغبياء تانية غير رمزي، معقوله يعني؟ من الناحيه دي اطمن، انا عندي فكره مشروع مش محتاجه اي حاجه ومكسبه مضمون 100%. لا طب ما تنطقي يا حبيبتي بدل فوازير رمضان اللي انت عماله بتقوليها دي، قولي ايه؟ مكان التصوير. تصوير؟ هنقعد نصور في الناس ويبقى عندنا معمل واحماض، والاحماض تقع في الارض واوضه حمراء، ولو ولعنا النور الصور تتحرق. لا 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 لا، ونقعد كلنا على نفس الكنبه ونتصور ونعمل صوره للاسره المعمره. انا ما بحبش اتصور، انا شكلي في الحقيقه بيطلع احسن. ايه ده يا جماعه، انا اقصد مكان التصوير وورق. مكان التصوير ورق؟ والناس اللي عايزه بقى تصور ورق ولا مستندات هيعرفوا ان في البازار ده مكان التصوير ورق. هنعمل اعلان وهنكتب عليه لدينا مكان التصوير ورق، ده غير علاقاتي، انا اضمن لك ان كل المدرسه هتيجي تصور عندنا. طيب هو مشروع زي كده يعني يكلف كام؟ لا انت مالكش دعوه بالتكلفه، انا هديك اجره ارضيه كل اول شهر، او لو تحب باليوميه انا ما عنديش مشاكل. لا لا لا، اجره ارضيه ايه؟ والارضيه دي اللي بينام عليها رمزي، انا نايم رمزي فين يعني مهما كان ابن عم. وناويه بقى ترمي له كام كل اول شهر؟ 300 جنيه. ايه 300 جنيه؟ امال انت هتكسبي كام اصلا؟ لا ما بحبش لقمه العيش المنظوره، انت هتاخد اجرتك وتطلع من دماغي. انا استحاله وافق. بابا انا عايزه مصروفي بقى، انا بقالي اسبوع ما خدتهوش. مصروف؟ طيب ماشي موافق، بس اديني عربون الاول. ده انا حتى يا بابا مش بشتري حاجه من الكانتين، وبقعد على جنب الوعدي، واصحابي بيسموني ياسمين بنت الفقراء. كويس قوي انكم حطيتوا المكنه هنا، عشان الطوابير كمان شويه هتبقى قد كده. طوابير؟ انت متفائله قوي، انت فاكره انك هتشتغلي بجد ولا ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوه بالتاني، وكل اللي ليك عندي انك هتاخد اجرتك كل اول شهر وخلاص. دولا بقول لك ايه، هي المكنه دي بتاعت ايه بالظبط يعني؟ احنا خلاص يعني هنقلب البازار ده مشغل رز؟ رز؟ رز ايه؟ رز ايه؟ بص ابعد عني بموزك ده عشان ما تفقرناش زياده، ما احنا فقرانين. يا دولا ما انا لازم افهم يا دولا عشان اريحك واريح المكنه واروح اجيب رز متنقي جاهز. رز ايه يا ابني؟ انت تكذب الكذبه وتصدقها. طيب يا دولا المكنه دي هنسقط لها الرز ده فين؟ ولا بس بقى ابعد عن المكنه دي خالص. بص ممكن تعلق اليافطه دي بره على باب البازار؟ يافطه ايه؟ لا احنا اتفقنا على يافطه واحده، وريني يافطه واحده. ما تنفعش، لازم كذا يافطه عشان اجذب الزبون، وكل زبون يجي يخش على يافطته. يافطته ايه؟ الزئبق في الفيزياء، البليخ في العربي، الله يرحمك عم بليخ، المدقرم في الحساب، الديناصور في الاحياء، الصايع في الجبر والحساب. الصايغ؟ اسمه الصايغ. صايغ صايع، مش مهم، هي ملزمه هبله وخلاص. وانت بقى يا فالحه جبت الملازم دي منين؟ ملازم ايه يا ام ملازم، وانت فالحه اصلا؟ يا ابي عادل شغل دماغك شويه، هي الملازم اللي بتتباع بره، بس انا جبتها وغيرت اسمها، وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يخبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجا يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن انجح؟ ممكن تنجح ايه بس؟ انا مش فاهم. ملازم اللي انت عايز عندك انت بقى، ملزمه الفاشل في البازار او الموكوس في الهبل؟ انا عندي كل حاجه، بس لو سمحت انت علق اليوفط بره على باب البازار على بال ما اصور لك الملزمتين. عيني عيني هوا. ضحكت انت على رمز بالكلمتين دول، بس ما تفتكريش نفسك عبقريه يعني، دي اي معزه معديه في الشارع ممكن تضحك عليه. المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده، شعبنا ده مش اي كلام، ده فاهم وواعي وما ينفعش يضحك عليه. ومين قال لك ان انا هضحك على حد؟ اللي هيجي يطلب مني حاجه هديها له. يا سلام، وفي حد هيجي اصلا؟ يا جماعه حد يلحقنا بملزمه البليغ في العرب، عايز الحق اذاكر اي حاجه. حاضر حاضر انا هجيبها لك دلوقتي،
وانت مش عايز ملزمه الصايغ؟ لسه بدري على الامتحان، احنا فين والاسبوع اللي جاي فين؟ اه فعلا على رايك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين صح؟ بس انا رايي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده، وبعدين خلي بالك دي هتشح وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما قررتش اروح الامتحان ولا لا. وانت يا عم ايه اللي يوديك الامتحان يا عم؟ خلي بابا يجيب لك الامتحان لغايه البيت، ده سهل قوي يعني. انت لو خدت الملزمه بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على الاخر. معروف طبعا دخول الامتحان مش زي خروجه. طب اوكي هاتيها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكم على بال ما احضر لكم الملازم. قسما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لاكون عط. اقف ياد هنا، قول يا ثانوي هنا وتاني يا ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك يا عم. تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. لا لا هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني 4 مرات. يا سلام، وفخور قوي، مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبزار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صنعت؟ صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخون الجنينه. يا رمزي يا رمزي، مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل. ست الكل؟ اه يا كلب السرايا. روح ظبط ظبط ظبط. ماشي ماشي. السلام عليكم. ازيك يا ماما؟ عليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا عدول. الله يسلمك. طلبات البيت كلها اهي. دي كلها طلبات البيت محطوطة في الكيس ده اهو. اه طبعا. يا ما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتوا عايزينه. جايب لكم يا ستي 1/4 كيلو طماطم، وجايب لكم 1/4 كيلو خيار عشان السلطه، وجايب لكم 1/4 فرخه دي بقى يا ماما تعمل لنا عليها شوربه نشربها كلنا، وجايب لكم 1/4 كيلو تفاح، هي بس وزن التفاحيه واحده بس مش اشكال، ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليا في الميزان، بس مش اشكال، عادي عادي عادي. ويا ترى بقى واخد بالك من نجله في شغلها ولا لا؟ يعني مريحها كده ومدلعها؟ طبعا لعلمك يعني انا بفيد نجله طول الوقت يعني بخبرتي وممارستي، فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات، كفايه ان انا معين لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يحرسك يا حبيبي، راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد باله من ايه بيته. هاي يا جماعه ازيكم، وحشتوني موت. تعالى يا رمزي حط الحاجات دي هنا. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. ازيك يا عادل؟ انا حسيت ان البيت فاضي فقلت لازم املاه. طبعا. ايه ده كله؟ جبت لنا ايه يا حبيبتي؟ جبت لكم حاجات كتير قوي. جبت لكم 6 كيلو تفاح امريكاني، و6 كيلو خوخ، و6 كيلو خيار، و6 كيلو طماطم، و6 كيلو. ايه الستات؟ ايه الستات دي كلها؟ كفايه يا ستات، انا هشيل الكيس بتاعي من وسط الستات اللي حليت دي عشان ما ينفعش يعني، في حاجات بتسرق كمان. جبت لكم بقى ايه؟ 3 كيلو جمبري علشان نتعشى بيه. واو، تعيشوا وتجيبوا لنا يا ست الكل. ماشي يا كلب السرايا ماشي. ماما ما تنسيش تبقي تحط الحاجات اللي انا جايبها دي في الثلاجه عشان ما تبص. بالنسبه للفراخ اللي انا جايبها يا ريت تعملي لنا بقى عليها شوربه يعني عشان اشرب شوربه قبل ما انام. نو جامي، انا هتعشى جامبو. جامبو؟ ايه نويتي تطيري خلاص يا حماتي؟ وانت يا جزمه مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان الشغل، ولا انت بس شاطر تشتغلي شيال للست؟ ايوه ست، بس هي ست بقى فلوسها ب100 راجل. وبص يا دوله، هي قالت لي بكره رمزي احنا هنبتدي متاخر عشان العيال بتوع الملازم دولت هيصحوا متاخر. ملازم متاخر ايه؟ طب وشغل انا؟ شغل انا ابو بلاش ده؟ لا ما خلاص بقى، بص اعتبرني يا دوله قدمت مستقلتي. مستقى ولا اطلع بره بيتي يا كلب، اطلع بره بيتي.
بعد اذنك يا ست الكل. استاذن منها. بابا اهلا ياسمين يا حبيبتي. انت البقيالي يا ياسمين. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه المصروف بتاعي قبل ما انام. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا ياسمين يا حبيبتي. خدي ادي ربع جنيه، روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزاه. ربع جنيه ده قبل نجلاء بتديني 5 جنيه. خد خليها على شينك. ولا نجلاء ولا نجلاء، عايزه المصروف بتاعي. عادل انت هتنام مش هتتعشى معانا؟ لا يا ماما استنى، ماليش نفسي عن النهارده، فهخش انام كده. هو يعني ده انا هعمل لك الجمبري بايديا، ده انت ما دقتوش من ايام ما كنت في اسكندريه في الابتدائيه. حاسب وسعوا يا جدعان، وسعوا يا اخوانا. الزبون جاي لي. ويلكم. وراريو من زمان. لوك بقى احنا عندنا هنا ستاتيوز سمول اند بيج، عندنا البومز فور فوتو، ها اني ثينج يو وونت يعني. شكرا. انا عايز اصور باسبور. صور باسبور. اقف بقى في الصف يا خواجه، بدل ما انا اسوعك بزيز عصايه. اقف اقف. هي نسخه واحده وهيمشي على طول. والله يا ست الكل بتكسفيني، يعني عشان خاطرك انا بحب النظام. هو ايه الورق اللي هنا اللي مرمي ده على الارض؟ ازاي ترموا الورق كده على الارض؟ ايه يعني مش عايزنا يعني نشتغل ولا عايزين نقعد يعني جنبك؟ لكن ما تسيبوش الورق كده مرمي على الارض، احنا ما اتفقناش على كده. خلاص يا رمزي شيل الورق عشان الارض تبقى نظيفه. حاضر يا ست الكل. كلب السرايا. بص الصراحه يعني انا متضايق من اللي حاصل ده، انا ما اتفقتش معاكي على كده من الاول خالص يا نجلاء. قول لي يا ابي عادل انت عاوزني اعمل ايه وانا هعمله لك. ايوه يعني انت اتعديتي المساحه المخصصه اللي احنا اتفقنا عليها. اعمل ايه؟ ما انت ما شاء الله شايف الزباين قد كده، هقول لهم ما يدخلوش. لا يعني بس كمان المكنه اللي انت بتصوري بيها دي بتستهلك كهربا كتير جدا، وبعدين انتوا طول اليوم بتصوروا على طول شغاله. الله اكبر. يعني ايه يعني اعمل ايه؟ خلاص فاتوره الكهرباء انا اللي هدفعها. طب والميه؟ ميه دي الميه ها. عايزك بقى تعلي الاجره اللي احنا اتفقنا عليها، يبقى 30 جنيه في اليوم. اوكي انا موافق. لا ما كانش قصدي 30، انا غلطت وانا بنطقها، انا كان قصدي 50 جنيه في اليوم. حس كده بقى، يبقى نتكلم في الموضوع ده لما نروح البيت قصاد الناس كلهم كده عشان يعرفوا يحكموا ويعرفوا بقى مين فينا اللي غير كلامه. يا راجل انا كنت بهزر معاكي، معقوله يعني هاخد منك حاجه زياده؟ بالعكس ده انا كنت هاخدهم احوشهم عشان لما تتجوزي ان شاء الله يبقى معاكي مبلغ يعني. ربنا يخليك ليا يا ابي عادل. وعموما يعني دي العشرة جنيه بتاعت النهاردة. مرضي؟ مرضي يا ست الكل. رب ولا تصور يلا وانت ساكن. انت زفت يا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا رمزي باشا. فين الشيشه التفاح بتاعتي وفين الكوكتيل؟ انا مش قايل لك السحله بيخلص تنزل بكوكتيل على طول. بس كده عنايه. وعندك بقى كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. بقول لك يا استاذ عادل، ما ينفعش كده، قاعد من صباحه ربنا وشغل لنا القهوه وما شربتش الا واحد شاي بس. هفكر وبعدين بقول لك. اتكل على الله. تأمرني باي خدمه يا رمزي باشا؟ ايوه بقول لك نزل الاستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكه على حسابي، بس واحد بس يا بدوي عشان ما يقعدش يطلب، ده طفس انا عارف. بس كده احنا يا رمزي باشا، وخليهم اتنين كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. اصيل يا رمزي اصيل. كلب السرايا. رمزي شكرا على الكوكتيل يعني. ايه انت فين يا رمزي؟ وحشتني والله يعني، ما بنقعدش مع بعض. وحشتك؟ طب ما انا كنت معاك النهارده الصبح في البازار، ما وحشتكش ليه هناك يعني؟ بدل الاضطهاد والقهر اللي انت قهرهولي. يلا اضطهاد ايه؟ يلا انت عبيط. اضطهاد ايه ده؟ انا بحبك يلا، ده انت ابن عمي يلا، ده انا بهزر معاك. ايه ده؟ يعني انت كنت بتهزر يا دولة؟ طبعا يا انا بهزر معاك طول الوقت من اول ما عرفتك يا رمزي، حتى وانا بزعق لك وانا بشتمك وانا بهزقك وانا بضربك وبجلدك، كل ده كان هزار. يلا يخرب بيتك، انت فاكر ده جد؟ يا دولة والله تخيلش. لا يا انا هزار يعني. بص اهو بهزر. يا انا كنت
بيفكروا بجد يا دولة. لا هزار يا لا. المهم البت نجلاء اخبارها ايه؟ اه يا دولة دي ست عظيمة يعني بميت راجل الست دي. ست ايه يا ابني؟ ست ايه؟ دي بنت صغيرة عندها 16 سنة يعني ما علينا يعني. المهم بتديك أجر كل شهر ولا إيه الحكاية؟ لا يا دولة هي بتديني باليومية. باليومية؟ يا سلام شوف إزاي عيلة صغيرة بس لفك على صباع رجلها يا معلم. إيه يا دولة في إيه؟ أنت كده غوغشتني يا دولة. ما في. وبتديك كام بقى يومية على كده؟ 25 جنيه. 25 جنيه؟ طب ما مش عامله لك بقى اي مثلا حاجات تانية يعني اكلك شربك كسوتك في العيد الصغير العيد الكبير عيد الفلاح عيد العمال كم الاعياد اللي عندنا عيد تحرير سينا بتجيب لك كسوه؟ لا يا دول. ده اللي كنت خايف منه. بس 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 انت وقعت يا معلم وهتعمل ايه بقى لو الحبر بتاع المكنه خلص؟ طب دليني انت يا دول يا ابن عم يعني اعمل ايه مع الست المفتريه دي؟ بص يا رمزي احنا نحط ايدينا في ايدين بعض. انت ابن عم يلا وانا لازم اقف جنبك نجيب مكنه جديده وننفسها. ماشي يا دولة. طب هنجيب فلوس المكنه دي منين؟ طيب مش اشكال هرهن البضاعه اللي في البازار استلف ممكن ادفع مثلا مقدم في المكنه وبعد كده اقسط ثمنها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص ثمن المكنه يبقى بعد اللي كده اللي جاي لنا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة عفارب عليك. طب انت هتديني كام بقى؟ انا بقيت خبره دلوقتي. ماشي عامل خبره هديك يا رمزي 25. ايه ده ايه ده؟ طب ما هي بتديني 25 جنيه برضو. يلا هي بتديك 25 جنيه انا بديك 25% يعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولة انا عايز 30 جنيه علشان بقى احس بالزيادة. 30 جنيه في اليوم؟ اه. يعني كام في الاسبوع؟ يعني 180 جنيه. خليهم 200 جنيه يا عم في الاسبوع يبقوا كام في الشهر؟ 800. 800 جنيه ليك في الشهر؟ ايه المبالغ الضخمه دي؟ انت محوش عندي كام بقى؟ 600 جنيه. 600 نقصهم من 800 يبقى كام؟ 200. هات 200 جنيه. انت هروح فتيس. اتفضل يا دول. ادي 200 جنيه. ايه دول؟ ايه ده معاك فلوس ثانيه ولا ايه؟ اه ده 120 جنيه كده. 120 جنيه؟ لا 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 هاتهم احوشهم لك. انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ يا ربنا يخليك. خد يا 2 جنيه اهم. ماشي. وانا هم دول خليهم كده اهو. ال 120 جنيه دول بقى هنقصهم من 400 جنيه اللي كانوا فاضلين لك من 600 يبقى فاضل لك كام؟ 280. بس انت معاك حاجه تاني؟ هم ال 2 جنيه دول تدول. هات انت جنيه وانا جنيه. اسمي حاسب على المشاريب بقى. بس يا رمزي ودي مش محتاجه حبر، انت على طول بتدوس على الزرار الاحمر هتلاقي المكنه دي طلعت مكانها على طول. حط بس. ايه ده؟ انتوا جبتوا مكنه جديده؟ اسمها مكنه كبيره، مكنه حديثه، اكبر من المكنه بتاعتك طبعا. طب كويس بقى، ده انا اتفقت مع ناس هيجوا يشيلوا المكنه بتاعتي. بتنسحب يا سيدي الكل. ليه 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 يشيلوا المكنه؟ ما تخليكي قاعده هنا يا ماما بتسترزقي تاكل عيش يعني. عموما الناس اللي هيجوا يشيلوا المكنه انا كده كده محاسباهم، يا دوب بس هيجوا ياخدوها ويمشوا على طول. يا بنتي اقعدي يا بنتي كلي عيش يا بنتي. معقوله يعني هتنسحب بسرعه؟ خلي عندك روح قتاليه. يا دوله ده هي خافت من شكل المكنه بتاعتنا. انت بقى يا رمزي مش عايز تاخد ال 25 جنيه بتوع النهارده؟ لا لا 25 ايه مش عايزهم ده انت هتشوفي ايام مقندله، ايامك اللي جايه سودة. ولا يا رمزي ولا يا رمزي ما تخوفهاش يا ابني، هي مرعوبه لوحديها. انا ايامي اللي جايه سودة. على العموم هنشوف وربنا يوفقكم. سلام. مع السلامه يا حلوه. يا حلاوتك يا دوله في الشراني. بعدين يلا رمزي من صباحية ربنا ومفيش ولا زبون دخل لغاية دلوقتي. دول انا خلاص تعبت خالص من الوقفة. ما هو كل ده منك انت، طول ما انت ببوزك كده هتفقرنا على طول. قال لي طب ما انا كنت شغال معاها ببوزي دون وكنا شغالين زي الفل، يعني خلاص هفقرك دلوقتي. هاي يا جماعة اخبار الشغل ايه؟ انت فاتحة فين يا ست الكل؟ مش ايه ده؟ طب والزباين طيب بتوع حضرتك ما تبعتهم لنا طيب؟ ابعت لك ايه؟ ده كان موسم امتحانات وخلاص احنا دلوقتي في اجازة. اجازة؟ يعني ايه؟ يعني مفيش شغل ولا ايه؟ خالص. طب ومكنة التصوير بتاعتك عملت فيها ايه؟ كنت مأجراها وبعد كده رجعتها لصاحبها. فعلا ست الكل. كلب السرايا رجع تاني. هو انت اشتريت المكنة دي؟
اشتريتها عشان أأجرها للناس الهواة اللي بيحبوا يأجروا مكان التصوير في المواسم يعني. ايه رأيك بقى ما تأجريها منه وتشغليني معاك يا ست الكل؟ فعلا كلب الباشا مات مشيت وراه كل البلد، الباشا نفسه مات ما مشيش وراه ولا كلب. اطلع برا يا كلب، برا برا. وانت مستنيه ايه؟ جاي تشمعتي فيا؟ اطلع برا لو سمحت. ظلم ده، ده ظلم ده، أنا تعبت معاكم في العملية دي، أنا عايز عائد. عارع إيه يا عمش؟ في إيه؟ وبعدين أنت لا عرقت ولا جريت ولا عملت حاجة، وبعدين محل الكشري اللي سرقناه كان فيه تكييف. صح كده، أنت كبيرك معانا يا عمش 20 جنيه، والباقي يتقسم على التلاتة بالتساوي. نعم يا أخويا أنت كمان؟ لا يا حبيبي، اسمة الحق بقى على اتنين، أنا ومنافسته. منافسته؟ ده ظالم. ما تقلقش، إحنا مش هنديله فرصة ياكل حقنا. اخوكوا ايه؟ في ايه؟ جراها كهربا، حقك اللي بتدور عليه، احنا من قبل ما نخرج من المحل انت واخد حقك تالت ومتلت، واخد المروحه، واخد التلفزيون، واخد تلاجه الحلو. تتكلم يا عمش مار. لا مؤاخذه كبير يعني، انت هتاكل حقنا يعني؟ لا مؤاخذه في الكلمه. حقك يا عم نعمش، ده احنا مشغلينك نادورجي بواسطه من ابن خالك اللي هو لاعرك، صح ولا غلط؟ عمر البلد دي ما يتصلح حالها ابدا طول ما فيها داء الواسطه ده. جريات انت هتتكلم في السياسه؟ يعني مش هتدينا فلوس لمؤاخذه يا كبير؟ احنا دلوقتي يا اخواننا متراقبين والعين علينا، انتوا ما بتقروش جرايد ولا ايه؟ ده واخديننا غلاف في اول صفحه من اخبار الجريمه. الله. طب والعمل؟ العمل بقى ان احنا نكن لغايه ما الامور تهدى، بس نكن فين؟ هي دي القضيه. طب ما نكن في الواقع يا معلم. المعلم هنا ده، انا هنا اهو. الواكر متراقب وكل المكن متراقبه. احنا عاملين عمليه كبيره قوي يا اخواننا، سرقه محل كشري يعني قضيه امن غذائي. والامن ورانا. طب احنا هنشوفك ازاي بقى؟ انتوا مش هتشوفوني دلوقتي، انا لازم اكن الاول في حته امان محدش يعرفها خالص، وبعد ما اطمن ان الامور هديت موبايلات اكلمكم تيجوا تقابلوني عند البت جيجي الهبله. ها؟ ناخد مزاجنا وواجبنا ونقسم تقسيمنا. قشطه قشطه يا معلم. تكلوا انتوا على الله وانا هسرسب وراكم. ماشي، سلام عليكم. مع السلامة. يلا يا عمش. يا نهار اسود يا عمش يا عمش. ايوه انا شايف يا سيدي. في ايه؟ سلام يا معلم. سلام يا سيدي، ومختار انا نادورجي. نعم استاذ. حسابنا كام؟ 9 جنيه وربع. 9 جنيه وربع؟ ليه 9 جنيه وربع؟ فين الحته؟ انت بيتجوز النهارده. بيتجوز؟ وانتوا بقى بتلموا له النقطه. حاجه زي كده. 9 جنيه وربع ليه؟ ما اصل انا دول شربت النهارده يعني 5 كوكتيل. 5 كوكتيل؟ ماشي، انت حسابك معايا بعدين. خد يا بدر، ادي 10 جنيه اهي، ماشي؟ وخلي يا عم الباقي عشان لما اجي اطلب مره ثانيه. لا هات الباقي. يلا يلا. كوكتيل قوي. تعرف يا دي يا رمزي تطلب كوكتيل تاني هعمل فيك ايه؟ همنع عنك السوائل. بس انا بحبه يا دولا. انا مالي وما قصه الحب اللي بينك وبين الكوكتيل؟ هو انا جنة فواكه؟ ماشي يا دولا. المهم انا اتكل على الله دلوقتي اطلع على الحرانيه، في طلبيه تماثيل جديده جايه، مش عايز اي غباوه خالص النهارده يا رمزي. ها، تقفل المحل وتخلي بالك كويس وتفتح عينيك، فاهم ولا لا؟ ماشي يا دولا. طب مادام هقفل المحل يا دولا افتح عينيا ليه؟ انا ينفع اواربها بس؟ ولا مش عايز غباء، مش عايز غباء. أنا ماشي. دولا
انا واخدها دولة والله علشان تسلم لي على الخمسه الاولانيين. وبعدين اصلا ده كل خمسه عليهم واحده هديه يا دولة. بالهنا والشفا حبيبي، مطرح ما يسري يسري، ان ما كانش ده يديك تخن يديك قوه. ربنا يخليك يا دولة، يعني انت مش زعلان مني؟ وازعل ليه؟ هو انا جنه فواكه؟ اضرب اضرب. ربنا يخليك ليا يا دولة يا رب. بس انت ما قلتليش يا دولة، يعني انت ايه اللي رجعك بدري؟ انت مش قلتلي انا رايح الحرانيه يا رمزي ومش راجع الا بالليل؟ ها ما انا اصلي لقيت يعني السكه زحمه، فقلت ااجل المصلحه لبعدين. احسن وريح يا عم شويه، انت طول عمرك شغال خدت ايه يعني في حياتك؟ انما ما قلتليش يا دولة الشنطه دي بتاعت مين؟ ها إيه انت جايبها لياسمين بنتك ولا ايه؟ ياسمين بنتي ولا سناء اختك؟ سناء اختي ولا ممكن تبقى رانيا مراتك، او ما تكونش انعام امك، او مجيده مثلا حماتك. ده نقطه. ومين كمان؟ ده دول ما خلاص خلصوا كده. ودي الخزنه مفتوحه كمان، ده ايه الحلاوه دي؟ وفيها فلوس كمان. فلوس. يا سلام يا سلام يا سلام. طب وانا دولة؟ انت انا عينيا ليك. اتفضل خد. هتديني بجد؟ امال ايه؟ خد 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 يا سيدي. ايه ده؟ عرقك كل ده دولة من غير خصم كمان؟ ربنا يخليك ليا يا دولة يا رب. والله انت اتغيرت يا دولة، وبقيت احسن، واللبس اتغير وطريقتك كده. ربنا يخليك يا دولة يا رب. الا قول لي يا ايه يا دولة؟ هو انا ساكن فين امال؟ عادل الحمد لله على السلامة يا حبيبي. امال فين مفاتيحك؟ انت جيت بدري كده ليه؟ ها؟ بس انت ليكي وحشة يعني، وحشتيني فقلت اجي بدري. وحشتك؟ دي أول مرة تقولها لي من ساعة ما اتجوزنا. بعدين ماله شعرك يا حبيبي طول كده ليه؟ طول ايه؟ ما أنا طول عمري مشعر. واللبس الكاجوال ده أول مرة تلبسه؟ لا أنا أصلي كنت معدي من قدام فاترينا، فلقيت بقى اللبس ده كله موجود على الملكان، فقلت هو ده اللبس اللي يشرفك. هو نيو لوك يعني. عادل يا حبيبي، جبت لي جبنة الإسطنبولي اللي أنا وصيتك عليها. اسطنبولك ازاي يعني؟ ايه الشنطه دي؟ دي حاجه ما تخصكيش انت، عدم مؤاخذه يا حاجه. يسمع من بقك ربنا، مش انا قلت لك لو حججت امك هتخش الجنه على طول؟ يعني دي امه. انت شرفت. اهلا وسهلا، جيت بدوشتك وقرفك، طول عمرك مزعج وخنيق ومقرف كمان. ايه الوليه القبيحه دي؟ بطل بتقول ايه يا عادل؟ سامعاك. بطل بقى الغل اللي فيك ده، بطل تتكلم على جوه، اتكلم على ولا اقول لك اسكت خالص. انا داخله اريح ساعه ساعتين ما اسمعش صوتك. انت هترد؟ طب رد رد بقى يا عادل. حاضر حاضر حضرتك، حاضر حضرتك اللي تشوفيه. حاضر. وايه الادب اللي هل عليك فجاه ده؟ لما طولك اروح. وان ما طلتش الروح هتعمل ايه يعني يا عادل؟ هيحصل ايه يعني يا عادل؟ ايه ايه يا سناء؟ ايه حرام عليك؟ عيب كده، ده اخوكي وراجل البيت. اخوها لا تكون في عونك يا ابني. عموما انا هخش جوه رايح في الاوضه شويه، ها؟ عشان عندي مشوار مهم بعد كده هون يعني. بيبي تحب تتعشى ايه؟ اعمل لك بيتزا مشروم؟ مشروم ايه واحنا قاعدين على البلاش؟ لا الكلام بقى يبقى على عكوتين، كارعين، حتة ليا، مش هوصيكي. طب والحلو؟ حلو زلابيا يا زلابيا. اوعى رجلك. لقيت النوم فيه نمار. ايه المصاصه اللي بتنور دي؟ مصاصه كشاف يعني. حلوه برضك دي، تنفع للحرمية الصغيرين. انت في سنه كام يا اموره؟ انت مش عارف؟ لا انا عارف بس بختبرك يعني، بشوفك انت عارفه ولا لا برضك.
تانية ابتدائي. تانية ابتدائي، براوة عليكي براوة عليكي. وانا راجع بعد ما اروح مشوار وارجع اجيب لك المصاصه اللي بتنور دي مكشاف، واجيب لك كمان طفاشه، والنهارده اديكي اول درس في ازاي تستعملي الطفاشه. ماشي. الفلوس دلوقتي في مكنه تمام، ولا الجن الازرق يعرف لها طريق، ولا العيال اللي معايا حتى. اهم حاجه بس انت تجهز لنا بقى هجره الورق بتاع السفر. احسبها على مهلك اخويا منافستو، انت هنا في بلدك وبلدك اولى بيك، معاك مفتاح الخريطه بتاعتها، يعني ممكن تنط على الدرج الصح، لكن في الغربه العشم هياكل عينيك، هتعرف الدرج المليان من الدرج الصح ازاي؟ عدم المؤاخذه بقى هجره، الحرام الشاطر شاطر في اي حته، السرقه دي لغه عالميه. طب والرجاله، هتجيب رجاله منين؟ يعني هتجيب واحد زي كهربا ده ازاي؟ ولا عيل زي اللعمش؟ ولا عيل زي طفاشه ده؟ هتجيبهم ازاي؟ ده عيال بروفيشنال. يا عم بروفيشنال ايه؟ العيال دي خلاص القرش جري في ايديهم وابتدوا يتنططوا عليا. عايزين الروس تتساوى، تخيل يا هجره، عايزين ياخدوا نفس النفحه بتاعتي، ده يرضيك برضك. لا انا مش مقتنع بكلامك يا منافستو، مش عارف يعني، شامم ريحه غدر كده، مش يعني. عموما مالكش فيه انت بقى هجره، انت كل ما عليك انك انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. لكن هتقول لي غدر ولا مش غدر، دي شؤون داخليه للعصابه، انت مسؤول الشؤون الخارجيه للعصابه. يعني تجهز لي فيسا مضروبه لكوبا. فيسا مضروبه لكوبا؟ ايش معنى كوبا؟ كوبا يا نهار اسوح، اغير مسار حياتي بقى، اروح هناك كوبا بقى وادور الفلوس في المخدرات. مخدرات ايه؟ هي كوبا ناقصه مخدرات؟ دي كوبا بتبيع المخدرات في السوبر ماركت دلوقتي. اه والله، يعني انت ممكن تخش السوبر ماركت في كوبا دي وتقول له هات تمن مخدرات وربع زيتون يديهم لك على طول. لا راجل. ايوه بس بالكوبي. بص مالكش انت برضك في الموضوع ده، انت تخلص لي الطلب اللي انا بطلبه منك، فيسا مضروبه، ها اسمع الكلام، وتخلص لي كمان تذكره الطيران، وتقول لي عرقك قد ايه وانا عينيا ليك برضك يا هجره. ايه ده؟ كف؟ ما ينفعش ناقص صباع؟ ولا دوفر. بس انت بتضغط عليا كده يا هجره، ما كنتش عامل حسابي برضك. انا بضغط عليك؟ انا بضغط عليك يا راجل؟ حرام عليك، ده انت واكل الليله كلها في جيبك، واكل تمن عرقي وتمن سكوتي وتمن بعت الرجاله، الرجاله اللي وقفوا جنبي في شدتي دول رجاله، رجاله بصحيح. يا سلام، اصيل انت هجره، عامل حساب برضك العيش والملح، ايه الحلاوه دي؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ انت كده محسساني ان في مصيبه حصلت. مصيبه؟ دي كارثه يا مامي، عادل جوزي ابو بنتي طلع مجرم عتيد في الاجرام. اوعي تقولي لي اكيد اتجوز عليكي. لا طبعا، عادل بقى وش اجرام، بقى عضو فاسد في المجتمع. عادل سرق يا مامي. او ماي جاد، دونت تيل مي، سرق الشبكه بتاعتك. اكيد 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 امه هي اللي وزعها. لا يا مامي، عادل بقى مجرم بجد وبحقه حقيقي، ده بقى رئيس اداره عصابه كبيره جدا، واصلا ما اسموش عادل، اسمه حوده منافسته، وصورته في الجنانه وهو بيسرق والفلوس معاه. او ماي جاد او ماي جاد. لا اسمعي، احنا لازم نبلغ عنه. لا نبلغ عنه ايه يا مامي؟ عادل جوزي، ولازم اقف جنبه عشان اساعده واصلحه، ده دوري كزوجه. يا جدعان انا عملت اللي عليا وبلغتكم اللي حصل. اه يا منافستو الكلب، هنعمل ايه يا رجاله؟ الضرب ولعوه على عينه، قال خلبانه خلبانه. اه لو اعرف هو مخبي الفلوس فين. عموما يا جدعان الكسكره بتاعته معايا. الكسكره، كسكره السفر، يعني مش هيقدر يغادر البلاد. اصيل يا هجره، يا هجره اصيل. ما تغنيها لي. اصيل يا شو فرح. اصلي انا على جيت بس. اهدى اهدى اهدى. يعني عايزنا نسيبه بعد ما وقع في ايدينا؟ شايفينه دخل علينا ازاي من غير ما يسلم علينا؟ ايه خلاص يعني اتعمى؟ انا عندي فكره يا جماعه. احنا نقطره ونمشي وراه، هنعرف مكانه فين ونعرف مكان الفلوس. ايه؟ ها؟ لا ولا حاجة. على فكرة بقى، الشنطة اللي انت بتدور عليها انا خلصت منها. خلصت منها؟ ده انا اللي هخلص منك يا بت، الشنطة فين لمصلحتك؟ انا اللي عملت كده عشان مصلحتك، ها؟
انت دايما تربي بنتك بفلوس حرام يا عادل؟ ها؟ يعني انت دلوقتي لما كنت طفل في عمر النشأ ترضى ان ابوك يصرف عليك بفلوس حرام يا عادل؟ ها؟ انا اصلا اللي كنت بصرف على ابويا بفلوس حرام، مالك؟ كسود ومهبب؟ يعني انت من صغرك بتسرق يا عادل؟ يا نهار اسود، يعني انت لما كنت عيل صغير كنت بتسرق زمايلك في الفصل وتاخد منهم الشوكولاته والبونبوني؟ ها؟ فصل يا ام فصل، فصل يا بنت. وبعدين انا عايز اخلص النهارده من الفصل اللي انا فيه ده. الشنطه لو ما طلعتش هتتقطع يا بنت، هتتقطع، فاهمه ولا لا؟ لعلمك بقى انا ممكن اوسع دايره الحوار بينا واخلي كل اللي في البيت يعرف انت عملت ايه يا عادل. ها؟ يا ياسمين ازيك؟ بابا جبت لي المصاصه ام كشاف. ايه ام كشاف دي غير ام ميرفت؟ بابا مصاصه بتنور. بتنور ايه بس يا ياسمين؟ وانا ناقص كهربا، انا فاتوره الكهربا الشهر اللي فات دبحتني. بلاش، طب فين الطفاشه البلاستيك؟ طفاشه بلاستيك؟ ايه هتطفشي حصاله ولا ايه؟ بابا انت مش مركز خالص. انا فعلا مش مركز خالص، انا جاي من بره اصلي عايز ادخل الحمام، هخرج من الحمام مركز خلاص. ياسمين قلت لك 100 مره ما تفتحيش التلفزيون الا ما تخلصي الواجب بتاعك. هتقب بالفلوس ولا لا يا بت؟ لا. انت فكرك يعني ان انا مش هعرف امسكك من ورا الكنبه دي؟ طب انا هقلب البيت ده بقى عليه وطيل لغايه اما الشنطه دي تظهر وانا افرجك. ايه يا دون اللي انت بتعمله ده؟ وبعدين بتقلب عندك بتعمل ايه؟ اسكت انت يا جزمه. جزمه؟ انا جزمه؟ جزمه على نافوخك يا بعيد، تعالى هنا. مين دي اللي جزمه؟ يا بنت مفيش حد قادر عليك ولا ايه؟ تعالي بقى. ايه يا عادل اللي انت بتعمله ده؟ اصبري يا وليه، دور الجاي. منافسته موجود يا عبوره. منافسته مين؟ منافسته ايه؟ منافسته. طب دي عليها صغيره، دي عارف طريق منين العيال دي؟ منافسته مين؟ منافسته ايه؟ منافسته مش كده؟ بس قولوا له اشكوا يا بنت اشكوا. مفيش حد يفتح الباب ليه؟ ايه يا ياسمين دي؟ ايه؟ محدش بيفتح الباب ليه؟ الله، ايه ده؟ خش انت وهي جوه، خش جوه معاها يا بنت، خش جوه بقول لك. ايه يا جماعه في ايه؟ ما بتفتحش الباب ليه عادل؟ واقف عندي هو انت